سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها النظام في سوريا طالت كل شيء، وكان للمدارس نصيبها من الدمار، الأمر الذي استدعى الاستعاضة عنها بالمنازل والأقبية لتعليم الأطفال. مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين في معرة النعمان هي إحدى هذه المدارس الصغيرة، وقد تم اختيار المنزل بمكان آمن نوعا ما، فضلا عن احتوائه على ملجأ لحماية الأطفال. طبعا اخترنا المدرسة في منزل وليس بمدرسة حكومي بسبب دمار المدارس كامل، دمرت المدارس كاملة، وكمان المنزل في ملجأ حفظا على سلامة الطلاب. تتلقى مثل هذه المشاريع ترحيبا من قبل الأهالي، حيث لاحظنا كثافة الطلاب في المدرسة التي قام بإنشائها مجموعة من مثقفي المدينة بجهودهم الخاصة وبدون تلقي أي دعم. وصل عدد الطلاب عندنا تقريبا ما يقارب 500 طالب في العام الماضي، بس هلا بالعام الجديد اللي احنا بدأ بكره ان شاء الله نتوقع زياده عدد الطلاب، بسبب انه نسبه كبيره من اهالي معره النعمان اللي كانوا نازحين كلهم رجعوا على المعره. بالنسبه للمواد اللي عم ندرسها هون، طبعا المواد الاساسيه وضروريه لانه ما فينا نستقبل طالب مد كبير هون حرصا على سلامته. المواد هي عم ندرس لغه عربيه ورياضيات وانجليزي وطبعا قران وعلوم. بحاجة لمبنى مدرسي فعلي بسبب تزايد أعدادهم، بحاجة لوسيلة مواصلات تنقل الطلاب من الأحياء البعيدة، بحاجة لتأمين عدد كبير من الكتب بسبب كمان تزايد أعداد الطلاب. ثلاثة أعوام مرت على الطلاب خارج مدارسهم، الأمر الذي بدأ ينذر بكارثة الجهل والأمية في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والتي بدأ أبناء الشعب السوري بإيجادها. أهلين. مبسوط هون في المدرسة؟ نعم. مدرستكم هون هي أحلى ولا مدرستكم قبل؟ مدرستنا قبل. ليش؟ لأن هنيك هذا حارتنا أولاد عمي هنيك. ورفقاتك وينه هلا؟ رفقاتي ناس على الضيع. بعد تهدم معظم مدارس معرة النعمان وكثافة القصف عليها، لجأ مجموعة من مثقفي المدينة إلى إنشاء هذه المدرسة لتعليم أطفالهم. للأورينت نيوز محمد فيصل من مدينة معرة النعمان ريف وإدلب.